خلاصة لدينا احتياطيات تكفينا حتى نهاية هذا العام. عملنا مجموعة إجراءات، محاولة من الدولة ومن الحكومة إن هي تخفف عن مواطنيها بحزم تبقى تلطف من التضخم الكبير اللي مش بس موجود في مصر، الحقيقة موجود في مصر وموجود في العالم كله. بقيت الأمور الحمد لله رب العالمين، الأمور ماشية، احنا شغالين وبنجتهد جدا، بنحاول إن احنا في مجال الصناعة، وده أكتر موضوع بنتحرك فيه دلوقتي عشان نتمكن من خلاله إن احنا نقلل فاتورة الاستيراد، وأيضا نزود فاتورة التصدير ما أمكن يعني.